يوحنا 16 كلمتكم بتاع هشام ما تتكعبلوش، هيخرجوكم المجامع، لا وهتيجي ساعه يفتكر فيها كل اللي يفتكركم انه بيقدم خدمه لله، وهيعملوا ذبيكم لانه ما عرفوش الاب ولا عرفوني، لكني كلمتكم ده عشان لما تيجي الساعه تفتكروا اني انا قلته لكم وما قلتلكوش من البدايه لاني كنت معاكم. واما دلوقتي فانا رايح للي بعتني ومحدش منكم يسالني رايح فين، عشان لما قلتلكوا ده مالا حزن قلوبكم، لكن انا بقولكوا الحق انه احسن لكم اني اطلع، لان لو ما طلعتش مش هيجيكوا اللي بيعزيه، ولكن لو رحت هبعتلكوا، ولما يجي ده هيثبت العالم على خطيه وعلى صلاح وعلى حكم، اما على خطيه فعشان هما ما يؤمنوش بيا، واما على صلاح فعشان انا رايح لابويا ومش هتشوفوني تاني، واما على حكم فلان رئيس العالم ده اتحكم عليه. عندي حاجات كتيره كمان عشان اقولها لكم، ولكن ما تقدروش تستحملوا دلوقتي، واما لما يجي ده روح الحق فهو هيرشدكم لكل الحق، عشان هو ما بيتكلمش من نفسه، لكن كل اللي بيسمعه بيتكلم ليه ويبلغكم بحاجات لسه هتحصل، ده هيديني مجد لانه هياخد من اللي عندي ويبلغكم. كل اللي الاب هو ليا، عشان كده قلت انه هياخد من اللي ليا ويبلغكم. بعد ليا مش هتشوفوني، بعدين بعد ليا تاني هتشوفوني، عشان انا رايح للاب. فقال ناس من تلاميذه شويه منهم للتانيين، ايه هو ده اللي بيقوله لنا؟ بعد ليا مش هتشوفوني، بعدين بعد ليا تاني هتشوفوني، وعشان انا رايح للاب. فقالوا ايه هو الالي اللي بيقول عنه؟ احنا مش عارفين بيتكلم عن ايه. فعرف يسوع انهم كانوا عايزين يسالوه، فقال لهم بعد كده عمالين يسالوا بعض، عشان قلت بعد الالي مش هتشوفوني، وبعدين بعد الالي التاني هتشوفوني. الحق الحق اقول لكم انهم هتعيطوا وتنوحوا والعالم هيفرح، انتوا هتحزنوا ولكن الحزن بتاعكم هيتحول لفرح. الست وهي بتولد بتحزن عشان ساعتها جت، ولكن لما تولد الطفل ما ترجعش تفتكر الشده بسبب الفرح، لان انسان اتولد في العالم. فانتوا بالشكل ده عندكم دلوقتي حزن، ولكن انا هشوفكم تاني فهتفرح قلوبكم، ومحدش هيشد منكم الفرح بتاعكم، وفي اليوم ده مش هتسالوني على حاجه. الحق الحق بقول لكم ان كل اللي تطلبوه من الاب اسمي هيديكم. لحد دلوقتي ما طلبتوش حاجه باسمي، اطلبوا تاخدوا عشان يبقى الفرح بتاعكم كامل. كلمتكم ده بامثال، ولكن هتيجي ساعه لما مش هكلمكم تاني بامثال، لكن هبلغكم عن الاب على المكشوف. في اليوم ده هتطلبوا باسمي، ومش بقولكم اني هطلب من الاب عشانكم، عشان الاب نفسه بيحبكم لانكم حبيتوني وامنتوا اني من عند الله خرجت من عند الاب وجيت للعالم، وتاني هسيب العالم واروح للاب. قالوا تلاميذه او كده دلوقتي بتتكلم عن المكشوف ومش بتقول مثل واحد، دلوقتي بنعرف انك عارف كل حاجه ومش محتاج حد يسالك، عشان كده بنامن انك خرجت من الله. جاوبهم يسوع دلوقتي بتامنوا؟ ايه هتيجي ساعه وخلاص جت، دلوقتي هتتفرقوا فيها كل واحد عن الناس بتوعه، وهتسيبوني لوحدي، وانا مش لوحدي عشان الاب معايا. كلمتكم ده عشان يبقى ليكم فيا سلام في العالم اللي هيبقى عندكم جديد.